ولا أريد أن أقف طويلا عند لفظ المجالات، وإنما أقصد بيان المعنى العام، إنما أقصد بهذه الكلمة المجالات أي الموضوعات الرئيسية أو بالأحرى الكليات الكبرى التي ينبغي للإنسان وهو يقرأ القرآن من أوله إلى آخره أن تحضر في باله ماذا يقول القرآن عنها. صحيح أن مواضيع القرآن الكريم كثيرة، بل هي أكثر من أن تحصى، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ولكن هنالك موضوعات كبرى يمكن أن تكون كليات، يعني يمكن أن تسميها كليات قرآنية، هي المجالات الكبرى التي تعتبر المقصد الأساس لقارئ القرآن، وتعتبر أساس الإرسالية الإلهية، لأن الله جل وعلا إذ أنزل الكتاب أرسل لنا رسالة، والدين كله كما تعلمون رسالة، ولذلك نشهد في شهادتنا الإسلامية بأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذن هذا القرآن هو مضمون الرسالة وهو متن الرسالة، والله جل وعلا إذ أرسل رسالة له سبحانه وتعالى مقاصد، يقصد أن تصل إلى المرسل إليه من سائر الناس الذين هم المخاطب الأساس بهذا القرآن الكريم. لكن لابد أن نتأمل أو أن نقف أكثر على أو مع لفظ التدبر، لأن هذا اللفظ هو المفتاح الحقيقي للقرآن الكريم، نظراً لأنه الآلة الأساسية التي بها القلب يصل إلى المقصد الرباني، كما في قوله جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وإنني أحمد الله جل وعلا مرة أخرى، أفتح هذه الجملة الاعتراضية، أن فعلا بدأ يحصل نوع من الإقبال على القرآن الكريم، ليس على صعيد هذا البلد وحسب، ولكن على صعيد العالم هنالك نوع من الإقبال العالمي عند المسلمين على كتاب الله جل وعلا، قراءة وتلاوة وتفسيرا وتعلما وتعليما وتدبرا، أي أن القرآن يعني بدأ يجد نوعا من الإقبال، وبدأت القلوب تهفو إليه، يعني نوع، إن صح هذا التعبير، نوع من اليقظة القرآنية بدأت تحصل لدى المسلمين، وهذا شيء حسن ومهم جدا، بل يعتبر مؤشرا ماديا وحقيقيا وحسيا على أن تحولات إلى الخير تطرأ على عالم المسلمين رغم المآسي والجراح التي يراها الجميع. فإذا لنستفيد فعلا من القرآن، لنستفيد فعلا، ولتحصل الذكرى، وليحصل المقصد، وتتحقق الغاية التي من أجله أنزل، لابد من تدبره، ولا بد من تحديد المجالات التي ينبغي أن نتجه إليها. ولكن دون تحديد هذه المجالات لا بد أن نعرف ما التدبر. فكثير من الناس يخلط بين هذا اللفظ أو هذا المفهوم أو هذا الاصطلاح التدبر وبين معنى التفسير، ولا بد من بيان الفرق بينهما، لأن القرآن الكريم حينما نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه أصحابه آنئذ، وهم عرب، عربيتهم آنئذ أمية، وسأبين هذا المعنى. أمية هنا بمعنى أنهم تلقوها عن أمهاتهم، لم يتعلموها في مدارس ولا في معاهد ولا في جامعات، لغة فطرية يتكلمون بها تلقائيا، كما نتكلم اليوم بعاميتنا، وكما يتكلم أي متكلم بلغته الفطرية التي تلقاها عن أمه، فهي لغته الأمية. كانت العربية آنئذ أمية العرب من ناحية اللسان أو من حيث النطق. فإذا لم تكن هنالك مشكلة تفسير حاضرة إطلاقا، لأن التفسير إنما نشأ بعد في التاريخ من أجل كشف المعنى لا أقل ولا أكثر. ولذلك فعلا هذا اللفظ، كلمة تفسير، لا تجدها بهذا اللفظ، أقول لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، وإنما هي لفظة ناشئة طارئة، لأن الحاجة إليها طرأت،
لم تكن هنالك حاجة قبل، أي في عصر الصحابة بشكل رئيس لهذا المعنى ولهذا المقصد ولهذه الغاية، ولكن كان هنالك القصد إلى التدبر، كانت هنالك الغاية متجهة مباشرة إلى الاستفادة التربوية، إلى معنى التزكية الذي يعتبر وظيفة من وظائف النبوة بنص القرآن الكريم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فإذن هذا اللفظ إذن هو المفتاح الحقيقي الذي ينبغي أن نسعى جميعا من أجل تلمس حقيقته، لأنه هو الوسيلة التي ستقربنا إلى القرآن الكريم وتجعلنا نستفيد عمليا منه. فإذا كان التفسير إذن هو كشف المعنى وبيان المقصود، فالغاية إذن من التدبر هي ما بعد كشف المعنى وما بعد بيان المقصود. ويمكنك أن تقول إن تدبر القرآن الكريم لا يمكن أن يقع إلا بعد العملية التفسيرية، أي ننتهي من التفسير أولاً ثم نبدأ التدبر. والذي حصل المعنى بذهنه وقلبه ابتداءً، أي دون محاجة إلى وسيط تفسيري، كما كان الشأن في زمان الصحابة وكما هو الأمر عند أغلب العلماء، فإنه إذن مطالب مباشرة بالدخول إلى التدبر. ولكننا نعيش اليوم أزمة مفهومية، وهي الخلط بين الأمرين، مما يؤدي إلى نتيجة مع الأسف تفقد القرآن غايته في قلوبنا، وذلك أننا نشتغل بالتفسير وبدقائقه وبمحاولة معرفة الجزئيات، وقال فلان وقال علان وخالف فلان إلى آخره، من أجل أن نحرر المعنى في النهاية ثم نقف. هذا الأمر حينما يحصل، وهو الذي يحصل في غالب الأحوال، هو أشبه ما يكون تماما، هو أشبه ما يكون بالذي يدرس الحديث النبوي الشريف فيدقق البحث والتنقيب عن السند، حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، فيدرس ذلك من حيث الصحة ومن حيث الضعف ومن حيث الانقطاع والإرسال والإعضال وهلم جرى من الاصطلاحات التي جرت على ألسنتهم، حتى إذا بلغ المتن أي اللي هو النص هو الحديث النبوي، قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، هنا تتوقف الدراسة وتتوقف المتابعة. فإذن كالذي صعد درجاً أو سلماً إلى طبقة عليا، حتى إذا وصل المكان الذي يستفيد منه أو إذا وصل أعلى الشجرة ليقطف الفاكهة، شلت يده وانقطعت طاقته وضعفت عزيمته. فالغاية إذن التي تعب من أجلها، من أجل دراسة هذا المتن وهذا السند واتصال السلسلة وأحوال الرجال ليصل إلى فقه الحديث، إلى ثمرة المعنى ليتعبد ويتعلم، لا يصل إليه. فهذا الذي يحصل لنا تماما حينما ندرس التفسير بمعزل عن التدبر، إننا نتلقى آنئذ معلومات عن الناس ولا نتلقى الحقائق الإيمانية عن الله، وإنما القرآن جاء خطابا من الله لا من الناس، والتفسير في حقيقة الأمر إنما هو اجتهاد بشري صحيح له مرجع قرآني ومرجع نبوي ومرجع لغوي، ولكن في نهاية المطاف هو اجتهادات وترجيحات واختيارات. إذن الوسيط البشري حاضر بقوة في التفسير، ولذلك تعددت التفاسير بتعدد أصحابها وبتعدد أزمنتها وطبقاتها ورجالها، لكن القرآن واحد غير متعدد، لأنه كلام الله جل وعلا الثابت الخالد. فالحقيقة إذن أن علينا أن نجتهد فعلا من أجل أن نقترب وأن نقرب من حولنا، ليس من عموم المثقفين وحسب، ولكن من كل العوام أيضا، من القرآن الكريم بل من حقيقة التدبر، لأنه الغاية ولأنه الوسيلة في نفس الوقت التي تمكن حقيقة وفعلا من الغاية المرجوة من التفسير. والذي لا يتدبر القرآن في حقيقة الأمر لا يستفيد منه ولو ملأ ذهنه بأطنان المعلومات من قيل وقال من أقوال المفسرين. شيء حسن جدا أن يتقن الإنسان معلومات التفسير وأقوال المفسرين، ولكنها أشبه ما تكون بعلوم الآلة
كما يقول أهل الفقه وأهل العلوم الشرعية. لابد من هذه العلوم الآلية التي في سياق التدبر، التفسير آلة لا أقل ولا أكثر، لابد من أن أشغل الآلة من أجل أن أنال النتيجة، من أجل أن أصل إلى خطوة المرجوة وهي خطوة التدبر. وبحمد الله جل وعلا لم يكن التدبر يعني يحتاج إلى قواعد وإلى مناهج دقيقة وإلى أشياء معمقة، لا، التدبر عملية وجدانية بالدرجة الأولى، عملية وجدانية ترجع للإدراك القلبي البشري. أي إنسان له القدرة الفعلية على التدبر، وليس خاصا بعالم دون عالم ولا بعلم دون علم، بل هو عام في كل الناس. نعم، التفسير له أهله، ولا يمكن أن يفسر القرآن إلا المفسرون، إلا أهل الاختصاص فعلا، التفسير العلمي الحقيقي، لكن التدبر متاح لكل الناس. التدبر متاح لأن المرجو من التدبر إنما هو التذكر، إنما هو التذكر، أي أن ينال الإنسان الذكرى الإيمانية، أن يحصل له نوع من التغذي بالقرآن الكريم، نوع من الارتقاء بمدارجه وبمعارجه الإيمانية. وهذا الأمر قلت عمل قلبي لنص القرآن عليه في قوله جل وعلا: أم على قلوب أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. والقلب، كل الناس يملك قلبا، كل الناس يملك إدراكا ذوقيا وجدانيا، وهذا الأمر الذي هو لكل الناس هو لأن الله جل وعلا أرسل القرآن وأرسل الرسالة وأنزله على قلب سيدنا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام من أجل أن يبلغه لكل الناس، لكل الناس، حتى ولو كانوا عجما، حتى ولو لم يكن الإنسان ينطق العربية، فإنك حينما تفسر له الآية له آنئذ أن يدخل معك في التدبر، وربما فاقك وسبقك في استخلاص نتائج التدبر، رغم أنك أنت الذي فسرت له القرآن وأنت الذي علمته الحقائق اللغوية والمعنوية والأحكام الشرعية لهذا القرآن ولذلك الكتاب. لأن الأمر هو يعني يتعلق بدرجة إقبال الإنسان، بصفاء سريرته، بخلوص نيته، وبحاجته أو بشعوره العميق بالحاجة إلى الله جل وعلا، إذ يقبل العبد آنئذ على القرآن. فبقدر ما عندك من طاقة إيمانية ومن حاجة ذوقية وجدانية، فالقرآن يتدفق عليك آنئذ بحقائقه الإيمانية من الله جل وعلا، منحة ومنة وشكرا منه سبحانه وتعالى. ولذلك قد قرئ قبل قليل في تقديم الأخ بارك الله فيه قول الله جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يعني القرآن للذكر، أي لغاية الذكر والتذكر وتحصيل الذكرى الإيمانية، يسر القرآن لهذه الغاية. فلذلك ليس هنالك مانع ثقافي أو علمي أو أي شيء يحول دون كل الناس، وأقول كل الناس بمختلف يعني طبقاتهم وثقافاتهم ولغاتهم أيضا وأجناسهم، لكل الناس يسر القرآن لمن قصده لهذه الغاية، غاية التذكر. أما الاستنباط الفقهي فله أهله، لأن الأمور آنئذ علم واستنباط وأحكام، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، إنما هو لطائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فمسألة التفقه ومسألة الفتوى ومسألة استنباط الأحكام اختصاص له أهله المختصون به، لكن التغذية الإيمانية ليست اختصاصا، هي لكل الناس، ولا أقول لكل المسلمين وحسب، بل لكل إنسان أقبل على القرآن متدبرا فعلا فإنه ينال بركاته، ولعل الله عز وجل أن يصلح قلبه وأن يهدي باله فيقبل على كتاب الله جل وعلا مؤمنا به. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولذلك فعلا تتبين ها هنا آية الإعجاز في أن الله خاطب بهذا القرآن كل البشر بغض النظر عن العائق اللغوي، حتى حينما يعني لا يكون الإنسان متقنا للغة العربية فهذا مشكلة علمية تتعلق بفهمه للأحكام، لكن حينما تفسر له وتبين له الحقائق والمقاصد العامة البسيطة دون تعمق من القرآن الكريم، فإنه آنئذ ينطلق هو أيضا بجوارحه وينطلق بمواجده وبقلبه.
والقلب في الإنسان هو محط اتخاذ القرارات الإيمانية والمصيرية في حياة الإنسان وليس العقل. ولذلك قال الله جل وعلا: أم على قلوب أقفالها. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، محل الإيمان القلب، نعم ولا بد من أن تصدقه الجوارح، هذا لا إشكال فيه وهو معلوم، ولكن الآلة التي تشتغل على المسائل أو بالمسائل الإيمانية إنما هي القلب بمفهومه القرآني الإسلامي. قد يكون الإنسان مدركا للشيء بعقله لكنه لا يتخذ القرار فيه لأن قلبه يمنعه. القلب قد يمنع الإنسان من أن يصلح شأنه، وكثيرا ما أمثل بأمثلة طبية في هذا السياق لأنها أمثلة مادية وحسية. قد تجد مثلا الطبيب أو غير الطبيب، يعني حتى العالم يعني بالعلوم الطبيعية وما شابهها من العلوم الكونية المعاصرة، قد يعلم بخطر الشيء مثلا كعلمه بخطر التدخين وبخطر الخمر وبخطر الزنا من ناحية الطبية ومن ناحية البيولوجية، قد يعلم خطر هذه الأشياء ودمارها على البدن، ويعطيك من المحاضرات والمعلومات ما لا علم لك به أنت في هذا المجال، لكنه قد تجده يدخن، وقد تجده يشرب الخمر، وقد تجده يزني. فإذن عقله لم يحل بينه وبين اتخاذ قرار مدمر خطير، فالعقل لم يكن مانعا رغم إدراكه العالي الدقيق للخطر. ويأتي بالمقابل رجل أمي علمه بخطر هذه الأشياء ضعيف، ضعيف جدا، وإنما هي إن هو إلا يظن، إن يظن إلا ظن ولا يقين له يعني بهذه الحقائق. لكن بمجرد أن تقول له إن الله حرم عليك الزنا، إن الله حرم عليك الخمر، ينقطع مباشرة. ففي حقيقة الأمر الفرق بينه وبين الأول أن الأول لا قلب له، أو أن له قلبا ميتا. أما هذا الرجل البسيط المستجيب لكتاب الله ولسنة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام فله قلب حي لتنذر من كان حيا، ويحق القول على الكافرين. فالحياة الإيمانية إنما هي واقعة بهذا القلب، ولذلك الله جل وعلا نعى على الكفار انغلاق القلوب، أم على قلوب أقفالها. فالقلب في حقيقة الأمر يعني بهذا المعنى الروحاني القرآني هو آلة التدبر، هو موقع الحياة، هو مكان الإيمان الذي يتقد به وينتج به، يعني ينتج الإيمان بالقلب. فإذن التذكر والتدبر بهذا المعنى إذن الذي هو عملية وجدانية قلبية متاح لكل الناس، عالمهم وجاهلهم، يعني كل الطبقات وكل الشرائح، لأن كل الناس لها قلوب، كل الناس لها أذواق، لها قدرة على التفاعل العاطفي مع الشيء والإيماني مع الشيء. ولهذا إذن لابد إذن من أن ننطلق أو نحاول جميعا من أن نرحل، أو بالأحرى من أن نعرج ونرتقي من رتبة أو من منطقة التفسير إلى منطقة التدبر التي هي أيسر، نحيث السهولة هي أيسر، وهي المقصودة أساسا من المعاملة أو من تلقي القرآن الكريم. يعني نحن حينما نتلقى القرآن عن الله جل وعلا تلاوة وتدبرا فإن ذلك من أجل أن نحصل هذا المعنى إذن، وهو الغاية. هذه إذن مدرسة رسول الله عليه الصلاة والسلام على الحقيقة. سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام حينما كان يتنزل القرآن مذ تنزلت قطراته الأولى عبر قوله جل وعلا اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى أن ختم، كل تلك المراحل كان سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام معلما أصحابه الحقائق الإيمانية، يذيقهم من حلاوة القرآن تدبرا. وهذا هو المنهج الذي ينبغي أن نجدده فينا، وبتجديد هذا تتجدد أحوالنا الإيمانية ويتجدد الدين. تجديد الدين على الحقيقة إنما هو بهذه الأمور، تجديد الإحساس به، لأن الدين من حيث هو نصوص جديد لا يبلى، أو يحتاج القرآن من حيث هو نص إلى جديد، أو تحتاج السنة النبوية الصحيحة من حيث هي قول وفعل وتقرير من سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى جديد. تلك نصوص جديدة أبدا لا تبلى. إحساسنا بهذه الأشياء هو الذي يبلى، هو الذي يناله التقادم حتى تطبع عليه العادة ويصيبه الجفاف والقساوة والموت في نهاية المطاف والعياذ بالله.
فإذا تجديد الإحساس، تجديد الشعور لدى المسلمين بهذا القرآن يبدأ من هنا، أي يبدأ من لحظة الشعور بأنه بالإمكان لكل الناس أن يتدبر القرآن الكريم، وليس هنالك أي عائق بينك وبين كتاب الله من أجل أن تتدبره، تحتاج فقط إلى أن توضع على الصراط الصحيح، أي على الطريق المستقيم، أي على المعنى العام الكلي. وأحسب أن المعاني العامة لكتاب الله جل وعلا في الغالب معلومة لدى كثير من الناس. نعم، يعني الآيات والدقائق الشرعية والأحكام التكليفية وكذا، هذا فعلا له أهله، لكن يعني عموم الناس، يعني العامة يعني الذين ما قرأوا كتابا ولا خطوه بأيمانهم، يسمعون إلى نص يتلى، إلى كلمات الله جل وعلا تتلى من لدن قارئ مجيد، يتفاعل، يتأثر. لماذا يتأثر؟ لماذا يتفاعل؟ هو لم يدرك ولم يعقل الجزئيات من الآية، ولكن يعرف أنه في سياق معين، السياق العام عنده. والحمد لله، يعني عاميتنا لم تفارق العربية مفارقة جذرية كاملة شاملة، ما تزال العامية المغربية والعاميات في العالم العربي بصفة عامة قريبة جدا من اللغة العربية من حيث المفهوم العام، ولذلك نفهم السياق العام للقرآن. قلت وهذا كاف، نعم، إذا زاد الإنسان زاد الله له في الفضل. ومع ذلك يعني المعنى العام حينما تقرأ الحمد لله رب العالمين أو قل هو الله أحد من الصور الصغيرة أو الآيات في الصور المطولة وغيرها والقصص، يعني تشعر بأنك يعني أو تشعر يعني شعور بأن هذا العام حينما يتلقى يعني هذه الآيات يعني يذوق المعنى العام. نعم، الخصوصات يعني هنالك خصوصات، لكن هذه الخصوصات ليست مشكلة، لكن إذا أضيف، وهذا شيء حسن، إلى هذا السياق ضرب من التعليم، وهذا مطلوب، لأن وظيفة العلماء تعليم الناس، جديد الدين لا بد أن تكون فيه خطوة تعليمية، تعليم الناس. ومن أجل وأهم ما ينبغي أن يعلم التفسير، والتفسير لا يطلب أن يتخصص الإنسان في ذلك، لا يجوز إطلاقا أن يكون الناس كلهم مختصين بالتفسير، وهذا مستحيل عقلا وواقعا وطبيعة، ولكن المعاني العامة للقرآن البسيطة الأولية ينبغي أن تفسر فعلا من أجل توسيع دائرة التدبر. يعني إذا كنت تتدبر القرآن بنسبة مئوية معينة، فإن حينما تتضح لك المعاني أكثر فإن سعة التدبر تتسع آنئذ. إذن إذا كان ذلك كذلك ونكتفي بهذا القدر من معنى التدبر، عسى أن تتاح إن شاء الله فرص لبسطه أكثر، لابد أن ننتقل إذن إلى المجالات الرئيسية. أول مجال هو القرآن نفسه. صحيح، يعني المجالات التدبر أي الموضوعات الرئيسية والقضايا الكبرى هي في القرآن، فالله جل وعلا عرف بذاته سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، هذا مجال التعريف بالله من المجالات الكبرى للقرآن الكريم. ولك أن تقول إن القرآن هو كتاب التعريف بالله، من الحمد لله رب العالمين إلى قل أعوذ برب الناس، تعريف بالله، هذا مجال رئيس، تعريف بالإنسان أنا وأنت من. ولذلك قصة الخلق ابتدأت منذ البداية إلى النهاية، تتكرر ألفاظا ومفاهيم، حتى إذا لم يتكرر اللفظ تكرر المعنى وتكرر المفهوم في قضية الخلق، خلق الإنسان. فهذا أيضا مجال أساسي ومحور كبير للتدبر. هنالك الكون، أي الخليقة كلها، خلق الكون من بدء تكوين الخلق إلى نهايته، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده، أي إلى مرحلة إعادة الخلق، وهذا مجال رئيس وكبير للتدبر. أيضا هنالك الزمان الكلي الذي يعني هو ظرف الكون كله، من الماضي الغابر إلى الحاضر الذي نعيشه، إلى المستقبل الدنيوي وإلى المستقبل الأخروي، بما في ذلك عمر هذا الإنسان، بما في ذلك عمر هذا الإنسان الذي هو عبارة عن قطعة زمنية، أنا وأنت عبارة عن تاريخ ميلاد وتاريخ وفاة. فإذن هذه تقريبا هي القضايا الكبرى والمحاور الكبرى للتدبر، أو إن شئت هي المجالات التي جاء القرآن للفت الانتباه البشري إليها. لكن قلت قبل ذلك لابد
أن ينصرف الذهن إلى القرآن نفسه حينما تأخذ بين يديك مصحفا. فهذا نفسه أول مجال للتدبر. هذا الذي بين يديك هذا القرآن ما هو؟ فإذا لم تحدد هذا فإنك لن تسلك إلى الحقائق الأخرى بصورة سليمة. ولذلك قلت أول مجال للتدبر القرآن القرآن، لأن الله حينما قال جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن احتمل معنيين غير متزاحمين ولا متناقضين، بل هما متكاملان. أفلا يتدبرون القرآن أي حقائقه وآياته وصوره، وهذا هو المعنى يعني المتبادر إلى الذهن، وهو المتداول أيضا في كتب التفسير وعند كل الناس. لكن هنالك معنى قبله، أفلا يتدبرون القرآن من حيث هو كلام الله. كلام الله أي المعنى الإجمالي لهذا الشيء الذي بين يديك، يعني من سورة الحمد إلى سورة الناس هذا القرآن كله ما هو؟ فإذا نتدبر هذا المعنى، هذا المفهوم، هذه الحقيقة، فإذا استوعبنا شيئا من ذلك، أقول شيئا من ذلك، فسيكون أو تكون سرعتنا الإيمانية وحركتنا القلبية في سياق التدبر أعلى وأسرع وأقوى. وإلا فإنه سيقع نوع من الاضطراب في طريق السير في هذه المجالات إلى الله جل وعلا عبر تلاوة القرآن الكريم. القرآن الكريم عرفه العلماء بإجماع بأنه كلام الله جل وعلا، لهم تفاصيل في ذلك، كلام الله المنزل على عبده المتعبد بتلاوته إلى آخره. هذا التعريف تعريف من أجل يعني الفصل بينه وبين سواه مما ليس بقرآن من الحديث القدسي والحديث النبوي وغيره من كلام البشر. لكن هنالك كما يسميه المناطقة الفصل، أي ذلك العنصر الموجود في التعريف، والذي هو العنصر الجوهري الذي يفصل فصلا جوهريا بين القرآن من حيث هو كلام الله وبين سواه. هذا الفصل هو هذا الشطر من التعريف حينما قالوا القرآن كلام الله جل وعلا، وهي العبارة المصرح بها في القرآن. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغ ما منه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، حتى يسمع كلام الله. فهذه حقيقة كبرى لو تدبرناها فعلا أو اقتربنا منها أو استحضرناها حينما نشرع في تلاوة القرآن وتدبره، فإن الإحساس آنئذ والحياة القلب، فإن حياة القلب تكون أيقظة وأعلى، وتكون لديك القابلية أكثر وأكثر للدخول في مجالات تدبر القرآن الكريم. رب الكون سبحانه وتعالى الذي خلق كل شيء وقدره تقديرا سبحانه جل وعلا، رب العالمين، رب السماوات، رب الأراضين، ربي وربك، رب كل شيء ومليكه سبحانه وتعالى، هذا الرب العظيم الذي لا يستطيع الإنسان أن يحصر بخياله خلقه، يعني لو أنك أتحت لعقلك أن يتجول في الخليقة لا تستطيع أن تحصر الخليقة، دعك من الله جل وعلا سبحانه، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لا تحيط به العقول والخيالات، لا يتصور سبحانه وتعالى، وإنما يعلم منه جل وعلا ما لقننا وما علمنا من أسمائه الحسنى وصفاته العلى نصا بالكتاب والسنة، لا يمكن للمسلم أن يزيد شيئا بالاجتهاد آنئذ. لكن نحن في مجال الكون الواسع الفسيح، يعني الخيال يتكسر والقلب يتحطم والعقل يجد نفسه عاجزا تمام العجز عن المغامرة في السفر في هذا الكون الواسع البديع، بديع السماوات والأرض. فهذا الكون المخيف فعلا حينما تطلق الخيال أو تطلق العنان لخيالك ليتجول في هذه الطبيعة وفي هذه المجالات والفضاءات والسماوات والأجرام والكواكب والنجوم، يعني القلب والعقل كلاهما يجد تعبا ورهقا في متابعة هذه الحقائق الكبرى، ولا يستطيع أبدا أن يستمر في هذا الاتجاه. ولذلك تفنى الأعمار وتنقطع الخيالات ولا تنقطع أمداء الكون ولا مداءاته. رب هذا الكون سبحانه وتعالى الذي خلقه وهو جل وعلا محيط به
قدرة وعلما وخلقا وتقديرا وتدبيرا سبحانه جل وعلا. يتكلم سبحانه وتعالى، يتكلم ويتكلم معك أنت أيها الإنسان، يكلمك بكلامه هذا القرآن. فإذا هذا شيء عظيم جدا وأيضا جليل ورهيب، لأن على قدر علو المتكلم يكون الكلام، على قدر علو المتكلم يكون الكلام. أنت ولله المثل الأعلى ولا مشاحة في المثال. أنت حينما ترتقي في منزل أو في عمارة ما، وتكون في طبق من طبقاتها، يعني نفرض أنت الآن في الطبق الأول من عمارة لها يعني سبعة طوابق، لها سبعة طوابق، أنت في طبقها الأول. بما أنك في طبقها الأول لك القدرة، إذا أطللت من نوافذ الطبق الأول لك القدرة في أن تصف ما تطل عليه، ويعني تتكلم أنت آنئذ، تصف، تقول هنالك أشياء، هنالك شوارع، هنالك سيارات، هنالك ناس، يعني تصف الواقع الذي تنظر إليه. ولكن ما الذي أتاح لك هذا الوصف؟ علوك، لأنك رك عالي في الطبق الأول من العمارة. ولكن الذي في الطابق الثاني أعلى منك له فرصة في أن يتكلم أدق منك وأعلى منك وأوسع منك وأعلم منك، لأن سعة إطلاله أعلى من إطلالك. فعلى قدر علو المتكلم يكون الكلام. والذي في سطح العمارة التي لها سبع طوابق أو سبعة طوابق بهذا الفرض الذي افترضنا، الذي في سطح العمارة يصف مجال المدينة جميعها، لأنه آنئذ أعلى وأعلى، والله سبحانه وتعالى أعلى، سبح اسم ربك الأعلى، يطل على الكون جل وعلا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه من علو، من فوق سبع سماوات، محيط بكل الكون، محيط بكل شيء، هو العلي سبحانه، لا يعلوه الشيء جل وعلا. فكيف يكون كلامه إذن؟ قطعاً محيطاً بكل شيء من دقائق الكون وتفاصيله، ما فرطنا في الكتاب من شيء. القرآن ثقيل جداً، ثقيل بالحقائق الإيمانية، كتاب مثني مختزل فيه كل حقائق الكون تصريحاً أو تلميحاً أو طياً، أي أنها مطوية داخل العبارات وداخل الإشارات التي لا يعلم حقيقتها إلا الله جل وعلا وحده سبحانه وتعالى. ولذلك على قدر إقبال العبد على القرآن بقلبه يجد من الحقائق الإيمانية ربما ما لا يجده في كتب التفسير، لأن المفسر غالبا حينما يتعامل مع القرآن يتعامل بالآلات المادية الحسية، يعني المرجعيات من الروايات ومن اللغة، الأدوات يعني التي يأخذها، لكن لن يجعلك تذوق الحقيقة الإيمانية، لن يجعلك تتدبر، لأنه راه مستحيل أن ينقل التدبر من شخص إلى شخص، مستحيل عقلا. أتدرون كيف الأمر؟ الأمر يعني مثل ذوق الأشياء الحسية، لو طلب منك مثلا أن تفسر وأن تشرح معنى الحلاوة فإنك لن تستطيع، أو معنى الحموضة أو أي ذوق من الأذواق، أو أن تشرح اللون لن تستطيع شرح الألوان، ولا الأشياء التي يعني تحس بها إما بعينك أو بلمسك أو بلسانك، كل أدوات الإحساس، يستحيل استحالة مطلقة على الإنسان أن ينقل حقائقها الشعورية إلى الآخرين. السبيل الوحيدة لنقل هذه الأشياء أن تجعل الآخرين يذوقونها كما تذوقها أنت، أو يرونها كما تراها أنت، مستحيل إذن نقل هذه الأشياء. فالتدبر هو تماماً عملية ذوقية قلبية، ولذلك يستحيل أن ينتقل ما في قلبك إلى قلب صاحبك، لابد هو أيضاً أن يدخل في حقيقة التدبر. ولنفرض أن هذا المفسر حينما كان يفسر كتاب الله جل وعلا كان يتدبر، فآثار التدبر تبقى بقلبه، لا يمكن أبداً أن يسطرها بقلمه، وإنما يسطر ما يقع وما ينتج عنها من إفاضات علمية وأمور جديدة في المجال العلمي ينعم الله بها عليه من الفتح الذي يفتح الله له به. أما الذوق الإيماني فيبقى حبيس قلبه إلى أن يموت، ولابد لي ولك ولنا جميعا من أن ندخل التجربة أيضا في تذوق هذه الأشياء والدخول في هذا المعنى.
فإذن القرآن الكريم حينما نقترب منه من حيث هو كل قرآن كلام الله تكلم به رب الكون، فإن هذا الإحساس عندنا يعلو، لأننا آنئذ نرتقي. إذا كنا في الطبق الأول من العمارة بالمثل الذي قلنا، فإننا نرتقي إلى الطبق الثاني والثالث وهكذا حتى نشعر أننا نطل من علو، لأننا آنئذ نتلقى عن الله جل وعلا مباشرة لا عن المفسرين. نتلقى القرآن آنئذ عن الله مباشرة لا عن المفسرين. ما معنى نتلقى القرآن عن الله جل وعلا مباشرة؟ أي نتلقى حقائقه الإيمانية، لأننا نشعر آنئذ أن الله هو الذي يكلمنا، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي يخاطبنا. وهكذا فعلا أمر السلف الصالح أن نقرأ القرآن في غير موصية: اقرأه كأنما عليك أنزل. هكذا كان يقول الصحابة والتابعون لتلاميذهم وللجيل الذي يربونه: اقرأه كأنما عليك أنزل، أي أنه ينبغي أن تشعر أنك تتلقى عن الله جل وعلا، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخاطبك، هو الذي يكلمك. هنا ينطلق التدبر، وهذا هو المجال الأساس. إن شئت أن تقول الآن وضعنا أنفسنا على المدرج كمدرج الطائرة الذي تنطلق منه لأجل أن تحلق في فضاءات القرآن الكريم. فإذا فعلا تعاملت مع القرآن الكريم على أنه كلام الله لا على أنه مصحف في ورقات، وهذا أيضا مما يبلد الحس، حس الإنسان، يعني حينما يختزل في ذهنه وفي قلبه القرآن على أنه عبارة عن أوراق، عبارة عن ورقات، هذا هو المصحف. والله جل وعلا سمه القرآن، وإنما القرآن يبدأ بالقراءة، ولذلك هذا المصدر أو هذه التسمية المصدرية للقرآن إنما تصح حينما نقرأ القرآن، حينما تقرأ الحمد لله رب العالمين أو تقرأ ألف لام ميم، آنئذ أنت تشتغل بالقرآن. أما حينما تأخذ مصحفا وتضعه في جيبك فإنك لا تملك آنئذ القرآن الكريم. ولذلك حينما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهم قال: ما معك من القرآن؟ ما معك، وعبر بالمعية، ما معك من القرآن الكريم، وليس ما تحمله وما تأخذ بيدك من أوراقه وصحفه، لا، ما معك أي ما لك القدرة على التفاعل معه وعلى استحضاره وعلى الاشتغال به وعلى إنتاج أو إعادة إنتاج حقائقه الإيمانية بقلبك. فلما أخبره قال له: اذهب فأنت أميرهم، لأنه أخبره بأعظم سورة، سورة البقرة. وكل القرآن عظيم، وكل القرآن جليل حينما نحدث معه المعية الحقيقية، حينما نحدث معه التفاعل الحقيقي، فإنه آنئذ تنفتح كنوزه وتنشرح أبوابه على صدورنا. آنئذ سيحصل فعلا الإقبال الوجداني والقلبي على كتاب الله جل وعلا القرآن الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى، حينما تسمعه أو حينما تتلوه، حينما تسمعه حتى يسمع كلام الله أو حينما تتلوه. أتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقيم الصلاة، اقرأ. فلا بد إذن من أحد هذين الأمرين، إما أن تتلو وإما أن يتلى عليك. ولذلك كانت التلاوة وظيفة نبوية، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو، لا بد من تلاوة، يتلو عليهم آياته، لأنه حينما يتلو الآيات عليه الصلاة والسلام أو أنت حينما تتلو الآيات أو تتلى عليك آنئذ يكون القرآن، لأنه كلام الله جل وعلا يتلى وتتهيأ الأسماع والقلوب لتلقي الحقائق الإيمانية. لا يمكن أن يحصل شيء من الخطوات التي تأتي بعد بدون تلاوة تنتجها أنت أو تنتج لك، أي إما أنك تسمع حتى يسمع كلام الله أو أنت الذي تتلو وتقرأ، فلا بد من هذا. ولذلك أمرنا بتلاوة القرآن في غير ما آية وفي غير ما سورة. إذن حينما نقبل على القرآن بهذا الشكل وبهذا المعنى ونشعر أن الله جل وعلا هو سبحانه وتعالى يكلمنا، لأن القرآن كلام الله جل وعلا، وتشعر بعظمة الكون كله مختزلة في هذه الكلمات التي هي القرآن الكريم، تشعر فعلا أنه ثقيل. والله فعلا يشعر القلب بالتصدع آنئذ حينما يتلقى آية أو آيتين بهذه القوة وبهذا التركيز من الاستقبال لعظمة القرآن الكريم بما هو كلام الله جل وعلا. وقد صدق الله سبحانه وتعالى حينما قال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، يعني لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، قال القرآن وليس الصحف أو المصحف،
لأنه القرآن بما هو كلام الله، لو أن الله وليس مجرد مثال يعني خيالي، أمثال القرآن حقيقة، أمثال القرآن حقائق، والله جل وعلا لا يمثل بالعبث سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. لو أنزل القرآن فعلا على جبل لتفجر الجبل ولتحطم الجبل لجعله دكا وخر من كان بجانبه صاعقا. لأن نزول القرآن على الجبل هو نزول حقائقه الإيمانية، نزول تكاليفه، ومن قبل اعتذرت الجبال إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، أشفقن أي اعتذرنا لله وأبين إباء إشفاق، أي وجدنا أنفسهن لا يستطعن ولا يقدرن على تلقي حقائق الرسالة وحقائق الأمانة التي جاء القرآن شاملا جامعا مانعا لها وبها، وأشفقن منها. فإذن هذا القرآن حينما ينزل على القلوب المؤمنة فعلا تتصدع. وصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام حينما قيل له شبت يا رسول الله، قال شيبتني هود وأخواتها. فيعني ليس شيبتني هود وأخواتها، لا يعني طبعا حفظوا هذه الأشياء حفظا استظهاريا، ما بيننا الآلاف والملايين والحمد لله نعمة الكبرى من الناس يحفظون كتاب الله ويستظهرونه، ومنهم من شاب ومنهم من لم يشب ومنهم من لا يشعر أصلا بحقائق القرآن، وإنما يقصد عليه الصلاة والسلام أن الحقائق الإيمانية المجلجلة القوية التي هي في هذه الصور وأضرابها وأمثالها هي التي شيبته عليه الصلاة والسلام، هي التي زلزلت كيانه عليه الصلاة والسلام وجعلته ينطلق داعيا إلى الله محتسبا صابرا مجاهدا في الله جل وعلا حق جهاده. القرآن حينما يشتعل بقلب أي قلب إذا اشتعل به صيره وقودا آنئذ يوقد النور للعالمين جميعا. ولذلك وصف عليه الصلاة والسلام بالسراج المنير، لأن القرآن كان يشتعل زيته بقلبه، يشتعل نوره بقلبه. إذا حصل هذا للعبد وهو سهل لمن سهله الله جل وعلا عليه، وإنما قلت الشرط في ذلك صدق الإقبال على الله سبحانه وتعالى، فإنه يكون قد حقق تدبر المجال الأول من مجالات القرآن الكريم. أنا إذن مباشرة وأنت تقرأ القرآن الكريم لا ينبغي أن يغيب عن ذهنك أن المتكلم بهذا القرآن هو الله، وقد سبقت الإشارة إلى هذا. وما المقصود؟ ولله المثل الأعلى ولا مشاحة في الأمثال. حينما تقرأ كتابا من كتب العلم أو قصة من القصص في مجال الأدب، فقد يحصل أن يغيب المؤلف عن ذهنك، ما تبقاش تشعر بأن المؤلف فلان ألف هذا الكتاب، وتبقى مع الحقائق وكذا وكذا الأخير. إذا غاب هذا الأمر في حقيقة الأمر فكثير من الحقائق تضيع، لأن ربط النص بصاحبه مهم وضروري، على عكس ما يقول بعض المحدثين الجهلة والمغرضين أيضا. لا بد أي نص مقدسا كان أو غير مقدس لفهمه حقيقة الفهم لا بد من ربطه بصاحبه من أنتجه إن كان بشرا، فذلك النص محكوم إذن بظروف ذلك الإنسان التاريخية والثقافية والاجتماعية والدينية والإيديولوجية كما يعبرون. وإذا كان المتكلم هو الله جل وعلا وأنت تقرأ هذا القرآن الكريم، فكيف لا تربط النص بصاحبه كما يريدون أن يفعلوا اليوم في بعض الدوائر الحداثية؟ لابد، النص مقدس، النص كلام رباني، لابد وأن تجد من الوجد والإحساس، لابد وأن تجد بأن المتكلم بهذا القرآن هو الله جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى حاضر وبقوة في كتابه، غير غائب سبحانه وتعالى أبدا، لأنه يتحدث عن ذاته وصفاته من أول صورة إلى آخر صورة. ولذلك قلت في سابق الإشارة في بداية الكلام، القرآن يمكنك أن تقول بأنه كتاب التعريف بالله بامتياز. من أراد أن يعرف الله حق المعرفة فعليه بتدبر القرآن وبتلاوة هذا القرآن، لأن الله جل وعلا أرسل إلينا كتابا يعرفه بنفسه سبحانه، وخير معرف بالله الله، لن تجد هنالك تعريفا بالله أفضل مما عرف الله به نفسه، لأنه سبحانه هو أعلم بنفسه ذاتا وصفات
ولا أحد من البشر قادر على الإحاطة بشيء من ذلك إلا بإذن الله، أي إلا بتعليم الله إياه. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله، ولكن بما أوحى الله إليه، بما أوحى الله إليه. ونحن بشر المسلمون خاصة تبع لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام في ذلك. وقد علمنا سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نعرف الله من خلال كتابه، وأن نتعرف إليه من خلال قرآنه المنزل على عبده عليه الصلاة والسلام. ولذلك كانت أول سورة نزلت سورة العلق، كانت أول سورة نزلت سورة العلق، هذه كانت، هذا الخبر هو اللي جاي، كانت آياتها تعريفاً بالله، اقرأ باسم ربك الذي خلق. يعني سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بغار حراء حائر، ووجدك ضالاً فهذا، حائر في أمر الملك والملكوت، يحتاج إلى من يعرفه بألغاز هذا الكون وهذا الإنسان وهذه الخلائق. فجاء التعريف لا بالكون من حيث هو كون، ولكن بالكون من حيث هو مخلوق لخالق. وهذا الشيء العجيب، اقرأ بس أول شيء قبل أن تفكر في الكون وقبل أن تحيط بأي شيء، باسم ربك الذي خلق. يعني هذه الألغاز اللي محناك هي أصلاً تتعلق بخالق رب، ربك أنت. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان وجعله يفصل في شكل الخلق وأنواعه، وأهم رموزه الذي هو الإنسان. خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الكرم الذي علم الإنسان ما علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فإذن يعني هذه الآيات التي نزلت تترى في البداية نزلت تعريفا بالله جل وعلا لرسوله وللإنسانية جمعا، لكل من أقبل على هذا القرآن يريد أن يعرف ما القرآن. القرآن تعريف بالله جل وعلا، وهذا أمر مهم جدا. والله سبحانه وتعالى حينما عرفنا بنفسه، عرفنا بنفسه على أنه رب سبحانه، رب، لأن الرب في العربية هو المالك، مرشي، هو المالك. والمالك على الحقيقة الذي يملك الشيء إنما هو الذي برأه وصنعه، وكل ملك دون الصنع ليس ملكا حقيقيا، وإنما هو انتقال أو مجاز. يعني لو أنك مثلا اشتريت سيارة أو اكتريتها فلست في حقيقة الأمر المالك الحقيقي لها، وإنما المالك الحقيقي لهذه السيارة المصنع الذي انتجها، ولذلك وهي عندك تحمل ماركتها المسجلة، أي علامتها الأصلية، ولا تسمى باسمك أنت، وإنما تسمى باسم الذي صنعها، وأنت مالكها اشتراء وشراء أو كراء أو إجارة. فالملكية الحقيقية الحقيقية على مستوى الطبيعة إنما هي ملكية البرء والخلق والإنشاء والتكوين، ولا خالق على الحقيقة غير الله جل وعلا. فهو سبحانه وتعالى خلق، خلق، وبما أنه خلق ملك، لأن اللي خلق شي حاجة، اللي صنع شي حاجة راه ديالو، له أن يتصرف فيها، هو الذي يملكها، هو الذي أوجدها، وله أن يعدمها إذا شاء. فهو سبحانه وتعالى خلق الكون، كل الكون، وبما خلق ملك، ملك سبحانه وتعالى هو المالك، ولذلك كان ربا، الرب أي المالك الحقيقي المسيطر على كل شيء جل وعلا. ولهذا نقرأ في الفاتحة التي تفتح القرآن، تفتح القرآن الحمد لله من، هذا المعنى، الحمد لله رب العالمين، يصف نفسه، ينعت نفسه سبحانه وتعالى الذي هو الله، لاسم العالم، لاسم العالم لله جل وعلا، أخص خصائصه الربوبية، ربي، رب العالمين، كل العالمين. ويختم القرآن بالعبارة نفسها، قل أعوذ برب الناس. وتجد هذا المعنى في كل مجالات القرآن، وكلما أمرنا الله جل وعلا بشيء إلا وأمرنا بهذا الحق، حق كونه ربا الذي نسميه بحق الخالقية، لأنه خلق له الحق في أن يعبد، لأنه خلق له الحق في أن يعبد، وما عبد إلا بما هو خلق جل وعلا. وقرأ إن شئت كل القرآن تجد هذا متواترا، كلما أمر الحق سبحانه وتعالى بالعبادة والخضوع له إلا وذكر العبد الإنسان بأنه مخلوق وبأنه عليه أن يؤدي حق الخالقية لله جل وعلا. والآية المشهورة المتداولة بين الناس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت، لأنني خلقت فينبغي أن يعبد سبحانه وتعالى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، لماذا؟ الذي خلقكم،
والذين من قبلكم يا أيها الناس يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. فهذا المعنى متواتر، ما أمرنا الله بأمر تكليفي إلا بوصف كونه خالقا أي ربا مالكا سبحانه وتعالى. فحقيقة الأمر يعني كثير من الناس يعني يحاول أن يصنف القرآن وأن يجد هنالك آيات للتشريع وآيات للقصص وآيات للعقائد، أبدا هذا لا يستقيم، وإنما القصد منه تيسير التعليم على الناس لا أقل ولا أكثر. أما في الحقيقة الأمر كل، الأمر كل أي أن القرآن كل لا يتجزأ، ومن جزأ القرآن لن يفهمه ولن يصل إلى غايته ومقاصده. يجب أن تجد العقائد في القصص، ويجب أن تجد التشريع في العقائد، ويجب أن تجد التعريف بالله في الأحكام من الحلال والحرام. كل شيء يعرفك بالله، كل شيء يربطك بالله. وما جرأة الناس على الحرام في هذا الزمان وغيره من الأزمنة إلا بسبب هذا الفصل المنهجي السيء الذي حصل للمسلمين حينما قالوا هذه شريعة وهذه عقيدة. الكل شريعة وعقيدة، الكل تعريف بالله، لأن ما معنى الحلال والحرام؟ ما معنى الأحكام التكليفية؟ كون الشيء واجبا وكونه مندوبا وكونه مباحا وكونه حراما ومكروها، معنى هذا أن علامات، علامات تعرف تعرفك بالله، علامات تعرفك بالله. كون الخمر حراما معناه أن الله جل وعلا يحرم عليك هذا، أي يقول لك هذه الطريق لن تصلك لن تصل بك لي أو إلي، أنت سائر إلى الله جل وعلا. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، إلى التي تفيد الغاية، إلى ربك كدحا فملاقيه أحببت أم كرهت. إما أن تلاقيه لقاء مودة، وإما أن تلاقيه لقاء عداوة والعياذ بالله، نسأل الله العافية. فالطريق إلى الله جل وعلا نصب لنا هو سبحانه، نصب لنا عليها علامات، هذه العلامات هي الحلال والحرام، هي الأحكام التكليفية. فلما نفصل بين الأحكام التكليفية والتعريف بالله؟ فحينما نفصل بينها وبين التعريف بالله نتجرأ عليها، كتجينا سهلة نتجرأ عليها. أما حينما تدرك بأن هذا المعنى المحرم سيزيغ بك عن الطريق التي توصلك إلى الله، وستصل إلى 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 جهة خطيرة، إلى جهنم، إلى طريق إبليس، فإنك آنئذ تدرك بأنك ستجني على نفسك. وحينما تدرك بأن هذا الواجب وهذا المندوب هو 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 علامة تقول لك هذا الطريق الذي فعلا مستقيم، صراط مستقيم، وأقرب الطرق إلى 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 نتيجتها، الطرق المستقيمة والخطوط المستقيمة. فهذا الطريق مستقيم، ليس فيه انعراجات، ليس فيه شروط، فهو يعرفك بالله جل وعلا. ولذلك حينما تقرأ القرآن في أي آية في أي صورة، ما تقولش هذه الصورة ما فيهاش تعريف بالله بزاف، هذه فيها فيها القصص، هذه فيها التشريع، هذا حزب معمر بالأحكام، لا، ذلك حزب مليء بالحقائق الحكمية، نعم، ولكن حقائق لو تدبرت تعرفك بالله. اقرأ ما شئت من القرآن الكريم في حتى المجالات يعني اللي فيها دقة كأمور الإرث مثلا أو كأمور الطلاق والزواج، يعني حينما تقرأ يعني من قول من يعني من في حزب واذكروا الله مثلا في سورة البقرة مليء بهذه الأحكام الأسرية، كلها تعرفك بالله جل وعلا من خلال هذه العلاقات الاجتماعية ومفهوم الرحم، كيف الله جل وعلا ينشئه، كيف ينميه، مفهوم الرحم الذي هو مفهوم رباني تعبدي طلب منا أن نتقيه كما نتقي الله. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، الرحم تنشأ ليس من هذه اللحمة أو العضلة أو الغشاء الذي يحتوي الجنين فحسب، لا، هو معنى تعبدي، هو علاقات ترتبط، هذه أم وهذا أب وهذا ابن وهذا خال، خؤولة وعمومة وجدودة وفروع وأصول، يعني أسرة. هذا المفهوم الذي هو مفهوم تعبدي إيماني، نصل الأرحام فنعبد الله بصلة الأرحام، نصل الأرحام فنعبد الله بصلة الأرحام ونتقرب إليه بذلك، وربطت الرحم بالرحمن وبعرش الرحمن سبحانه وتعالى. فلا تجد، لا تجد شيئا في القرآن لا يعرفك بالله جل وعلا. ولذلك إذا استطعت أن تركب هذا المركب من بداية القرآن إلى نهايته وأنت تتلو تبحث عن شيء جديد يعرفك بالله، فإنك ستكسب خيرا كثيرا، وبإذن الله جل وعلا يستنير قلبك بمعرفة الله جل وعلا. وهذا المعنى العظيم هو الذي أعطى قوة إيمانية لكثير من السلف الصالح والعلماء الربانيين عبر التاريخ وإلى يوم الناس هذا. الخير لا ينقطع في هذه الأمة ومن هذه الأمة إلى يوم القيامة. نختصر ما استطعت إلى ذلك سبيلا.
العنصر الثاني أو المجال الثالث بالأحرى بعد مفهوم القرآن وبعد التعريف بالله جل وعلا الإنسان، أنا وأنت، وحقيقة وجود الإنسان في القرآن كمفهوم ومجال التدبر واسع جدا، والسبب واضح، لأن الله جل وعلا بما هو متكلم بهذا القرآن يتكلم مع مخاطبين هم الناس، الإنسان لا يتكلم مع الحجر ولا مع الشجر ولا مع الأراضين ولا مع السماوات ولا مع الملائكة ولا غيرهم، ولكن المخاطب الرئيسي أنا وأنت الإنسان، لأن الله جل وعلا صرح بأن هذا القرآن أنزل على الإنسان وللإنسان ومن أجل الإنسان، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، يعني الإشفاق حصل من الكائنات جميعا وتفرد الإنسان وحملها الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا، ظلوما لنفسه، لأنه حملها ما لا طاقة له به، ما لا طاقة لها به، كيف بشيء أشفقت السماوات والأرض والجبال بحمله تحمله أنت أيها الإنسان؟ فهذا دال على أنك لا تعرف ما تحمل، وظلوما ظلم نفسه، لأنه لن يؤدي الحساب كاملا إلا بعون الله وإلا بعفو الله، وفي الحديث الصحيح من نوقش الحساب عذب، من نوقش من التي تفيد العموم والاستغراق، ولا الأنبياء أنفسهم ولا الأنبياء، لو يناقش الحساب أحد من الناس عذب، ولذلك في الصحيح من السنة لا أحد يدخل الجنة بعمله، قيل ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، فلذلك إذن يعني الأمانة خطب بها الإنسان، فالموضوع الرئيسي من حيث المخاطبة، من حيث المخاطبة في القرآن هو الإنسان، فلابد أن نعرفه، لأنه بمعرفة الإنسان ستعرف نفسك، وأجهل الناس بالناس الناس، أجهل الناس بالناس الناس، ولذلك حينما تنظر إلى نفسك ستجد عجبا، كل الناس يعرفونك من حيث الشكل والسماء والصورة، أنت لا تعرف نفسك، حتى حينما تنظر إلى المرآة، وهذا حينما تتأمله تجد عجبا، يعني حقيقة شيء ذوقي نفسي يفزع الإنسان، والله حينما يتأمل، هذا مازال على الشكل، لم نتحدث عن العمق أو عن المعنى، الشكل شيء مفزع للإنسان إذا تأمل أنه لا يعرف نفسه صورة، ما كاينش شي واحد اللي كيعرف الصورة ديال وجهه كيفاش دايرة، أنا وأنت كتشوف يعني الانعكاس ديالها إما في المرآة أو في صورة، ولكن ليست هي الحقيقة، أنتم تروني أنا الآن أحسن مما أرى نفسي، وأنا أرى الوجوه التي أمامي أحسن مما يراها أصحابها، وهذا شيء عجيب وغريب، لأني لا أعرف نفسي إلا من خلال الأشكال، ليس من خلال الحقائق، إلا من خلال الانعكاسات الصورية في مرايا أو في صور ورقية، لكن أنا أريد أن أرى نفسي كما أنا طبيعة حية، مستحيل. هذا يقودنا إلى مجال أعمق وهو المقصود، النفس، النفس التي هي حقيقة الوجود البشري، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس، من يزعم أو يستطيع الزعم أنه يعرف نفسه؟ لا أحد، ولذلك جعل الابتلاء التكليف في حقيقة الأمر من أهم مقاصده أن يعرف الإنسان نفسه، أنا وأنت وكل أحد يقول حينما يتمنى، يقول يعني لو مثلا إذا كان صالحا أو يتمنى الصلاح، لو كان لي من المال كذا وكذا وكذا لبنيت المساجد ولا فعلت من الخير ولا أطعمت اليتامى، ولكن حينما تبتلى بالمال كثيرا ما يجد الإنسان نفسه عاجزا عن فعل كل ذلك أو بعضه أو بالصورة التي كان يتمنى، أمل الإنسان ما تمنى، لا يستطيع أن يصل إلى الحقيقة التي كان يتمنى، ويكتشف من بعده أنه عاجز عن فعل ما يتمناه حقيقة. لا لا، لا نتحدث عن الإنسان الذي يكذب، لا دعك من الكذب، لا لا، نفرض المثال الصادق، الإنسان فعلا بصدق العزيمة وصدق النية أنه يقول لو كان لي وكان لي لا فعلت ولا فعلت، هذا رجاؤه وهذه أمنيته، لولا أن يوفقه الله لا يستطيع، حينما يدخل في الامتحان يكتشف بأنه عاجز، وكثير من أمور الابتلاءات يعني الشهوات، يعني تقول فلان سقط في المصيبة الفلانية، لو كنت مكانه والله لا تدري أتثبت أم تكون من الهالكين،
ولذلك أمرنا في الحديث أن نسأل الله العفو والعافية، إذا سألتم الله فاسألوه العفو والعافية، لأن الابتلاء يفضح النفس وتجد نفسك أنك كنت أجهل الناس بنفسك، تجد نفسك أنك كنت أجهل الناس بنفسك. ولذلك ما حكمة الابتلاء؟ دخول الجنة والنار ما حكمة الابتلاء؟ يعني بعض الناس يتوهم بأن الله عز وجل يعني يسند العلم لنفسه يعني تجريبا، سبحانه علمه ليس تجريبيا أبدا، العلم التجريبي هو يعني من شأن ناقص، والله جل وعلا له الكمال والجلال. الله سبحانه عليم بمصيرك قبل أن يخلقك، لا يحتاج إلى أن يجربك، وإنما المستفيد من تجربة أنا وأنت. في حديث عجيب من حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن آدم عليه السلام حينما أهبطه الله الأرض وكان قد أراه ذريته، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، إلى آخر الآيات. سيدنا آدم رب العالمين سبحانه مسح ظهره بيده في الحديث الصحيح، يعني سيدنا محمد يفسر لنا الآية، قال لما خلق الله آدم مسح ظهره بيده فسقطت كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، فجعل آدم ينظر في بنيه. قال العلماء تلك صور الأنفس، لأنه يعني آدم يشوف الأبناء دياله مازال ما خلقهم الله تعالى، وبصريح النص في الحديث فيه فسقطت كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة. اسم الفاعل في سياق الضمير يدل على الاستقبال، يعني كما إني جاعل في الأرض خليفة أي سأجعل، إني جاعل، إني خالق بشرا من طين أي سأخلقه، فسقطت كل نسمة هو خالقها أي سيخلقها. فكيف كان آدم ينظر إلى ما لم يخلق بعده؟ ينظر إلى صور الأنفس وصور الأرواح التي هي الآن كما يعني كما هي يعني أرواح الأنبياء في السماء، وقد شاهد النبي عليه الصلاة والسلام الأنبياء في السماء في ليلة الإسراء والمعراج، والتقى آدم وموسى وإبراهيم وعيسى، كثير من الأنبياء حدثنا عنهم رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث الإسراء والمعراج، رغم أن أجسامهم دفينة التراب ولكن صورهم الروحية صور الأنفس موجودة هنالك في السماء، ولكل نفس صورة ونفس وما سواها، والتسوية دالة على تكميلة الخلق وإتمامه. فآدم عليه السلام رأى من بين من رأى داود عليه السلام، رأى ابنه داود فأعجبه نور ما بين عينيه، لأن الله جعل لكل واحد من ذرية آدم نورا بين عينيه، فقال أي ربي من هذا؟ قال هذا ابنك داود عليه السلام. فقال أي ربي كم عمره؟ قال 60 سنة. قال ربي زده؟ قال ليس من الأعمار إلا ما قد قضيت، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث القدسي العجيب. ف الله آدم عليه السلام قال يا رب زده من عمري 40، وكان قد أعلم الله آدم بعمره، ربما البشر الوحيد الذي أعلم بعمره هو سيدنا آدم، أشعر غادي تعيش، كان أعلمه بألف سنة كما في الصحيح من السنة. فقال له أنت وذاك بغيت تزيده من عمرك 40 فزده، فزاده فرضي أن يزاد داود من عمر آدم 40 سنة. قال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يحكي القصة وهي في الصحيح مخرجة في صحيح الجامع الصغير، قال فثم أهبط آدم، يعني أن القصة وقعت قبل الإهباط، قلنا اهبطوا منها جميعا كان قبل ذلك، ثم أهبط آدم. فاختصارا يعني حينما جاء الأجل ودق ملك الموت باب آدم، قال من؟ قال ملك الموت، قال أوليس بقي لي من عمر 40، لأن وجه في ألف قل 40، قال بل أعطيت، أوليس قد أعطيت ابنك داود 40؟ قال أنا، قال نعم، قال لا. فأنكر آدم، قال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، هذا هو محل الشاهد عندي، قال فجحد آدم فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته، ولذلك جعل الله الكتبة والشهود عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ليس الله الذي في حاجة إلى التوثيق سبحانه، لا أنا وأنت حتى لا ننكر يوم القيامة أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. فلذلك حكمة الابتلاء من أجل أن أعرف نفسي أعلش قد، ولذلك أعرف نفسي حينما أبتلى بشهوة، حينما أبتلى بمصيبة عافنا الله وإياكم، حينما تبتلى بالخير فتطغى
ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فإذن القرآن يعرفك بنفسك، مجال أساسي للتدبر. هذا الأمر إذن لابد وأن تستحضره وأن تقرأ القرآن، أن تقرأ القرآن وأن تتلوه. العنصر الثالث الرابع عفوا هو هذا الكون. ومن عجيب الأمر أن كلمة كون لا توجد في القرآن الكريم، ما كيناش عبارة كون، كاين عبارة أخرى الخلق، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. خلق ولما؟ يعني التعبير البشري الرائج الدائر كيقولوا الكون، وهذه عبارة غير سليمة، لأنها تنطوي على شيء من المعنى الإلحادي، فيها الريحة الإلحاد، من كان الشيء يكون كونا، يعني كان الرأس لكن ليس مصدرا لكون يكون تكوينا. والعبارة الأليق بالله وبخلق الله هو المصدر الذي صار اسما بعده وهو الخلق، لأنه مصدر من الثلاثي ولكن فيه معنى التعدي بالمعنى النحوي، يعني فيه فاعل حاضر. لما تقول خلق يحضر مباشرة، إذن من خلقه؟ أما كون كين الرسول. فلذلك الذي أراد أن يعبر بالاصطلاح الإسلامي الأصيل السليم فليسمي الكون خلقا. والقرآن من بدايته إلى نهايته كلما تحدث عن الكون تحدث عنه بفعل الخلق وباسم الخلق وبمصدر الخلق، وسمى نفسه جل وعلا خالقا ولم يسمي نفسه مكونا جل وعلا. الكون إذن بما هو خلق، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لأنك كلما تفكرت في الخلق تعرفت على الخالق، ولذلك الخلق يقودك إلى الخالق. أما الكون فربما قادك إلى العمى، أقول ربما. ولذلك كثير من الناس يتسألوا، أعجب هاد الناس اللي طلعوا الفضاء واكتشفوا الذرة واكتشفوا، لا يهتدون إلى الله، لأن السبيل التي سلكوا ليست سالكة، طريق ماشي هي هذيك. هم يتعاملون مع الكون بما هو أحجار وفضاءات وأزمنة كانت ولا ترتبط بمكون. لو تعاملوا مع الكون بما هو خلق لقادهم بإذن الله جل وعلا إلى الخالق. وقرأ إن شئت قول الله جل وعلا، يتحدى الكفار في قوله جل وعلا، قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. نعوذ بالله من عذاب الله. رب العالمين خاطب سيدنا محمد يقول له، قل الكفار الذين لا يؤمنون بالله، قل يا محمد قل لهم إنما أعظكم بواحدة، ديروا غير هذه لا ثانية لها، أن تقوموا لله مثنى وفرادى، يعني تتجردون من الضغط الاجتماعي الجماعي وتخرجون خروجا نفسيا أو اجتماعيا، يعني أو حسيا ماديا في الخلوات. ثم وقال ثم التي تعبر عن التراخي، وكاين فترة وفيها معنى الشرط أيضا، أي لا يصح الذي بعدها إلا بالذي قبلها. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم، عادي مكلك تفكر. وما التفكر؟ التفكر هو النظر في ملك الله وملكوته من الخلق. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، إذا تفكرت بهذا المنهج ستصل حتما إلى الإيمان، أن تؤمن أو لا تؤمن مسألة أخرى، ولكن تصل إلى حقائقه. ولذلك قال مباشرة، ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فإذن حينما نتعامل مع الكون باعتباره خلقا كما يعرضه علينا القرآن، سيعرفنا بالله أكثر وأكثر، وأيضا نتعرف على موقعنا منه، لأننا نحن أيضا خلق، نحن جزء من الخلق، والإنسان كائن مركزي في هذا الخلق، لأن كل شيء سخر لك ولم تسخر أنت لأي شيء، شيء عجيب حقيقة، من السماوات الأراضين، من الجن الإنس الملائكة، يعني الإنس هو العنصر المقصود، يعني الملائكة الجن، كل شيء كل شيء كل شيء مسخر لك، وأنت فرغت، عندك التفرغ الوجودي الكامل لوظيفة واحدة، عبادة الله جل وعلا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني خلائق أخرى خلقت لخدمة الإنسان،
خلائق يعني فيها الحياة وجمادات وحيوانات، خلقت لخدمة الإنسان، والإنسان خلق لعبادة الله وحده. وبخدمة تلك الأشياء تخدم الإنسان، بخدمتها الإنسان تكون قد عبدت الله جل وعلا بخدمتها الإنسان. ولهذا لما تعرف الخلق لما خلق وكيف خلق وما موقعك منه، تعرف الله أكثر وتعرف نفسك أكثر. المجال الأخير من المجالات الكبرى، احنا قلنا في البداية هذه المجالات لا تحصر كل المجالات ولكنها المجالات الكبرى، كليات المجالات. الزمان، عنصر الزمان، عنصر الزمان مهم جدا. والله جل وعلا لم يفتأ في القرآن الكريم ينبه له وينبه عليه. وحقيقة الإنسان حينما يتدبر الزمان ويتفكر فيه والله يصاب بالفزع مباشرة حينما تنظر إلى زمان الخلق، يعني الآلاف الملايين الملايير من السنوات كما يعبرون اليوم الضوئية التي كان فيها ابتداء الخلق، وتقارن ذلك كله بعمرك أنت، توجد نفسك بحال هذاك يعني المرور العابر السريع كما يمر النجم المذنب في الليلة الظلماء، سريع جدا وينطفي. يعني عمر الإنسان لا يساوي شيئا في عمر الخلق إطلاقا، لمحة، طرفة عين. ومهما عاش هذا الإنسان إذا قورن بعمر الكون الضخم الواسع بالزمان الكبير يصاب الإنسان بالفزع ويدرك أن الإنسان في الأرض لا يعمر ولا لحظة، يعني عبور سريع سريع جدا. وهذا يقف عليه الإنسان تجربة، مش غير فكريا، لا تجربة، حينما يخلف أغلب عمره وراءه. كل واحد ينظر في نفسه، يعني ما زلت الآن يعني أذكر اللحظة التي كنت فيها طفلا صغيرا ألعب مع الصبية، جيني غير البارح، فإذا بي قد خلفت أزيد من 44 سنة، شعرش بها نهائيا. كل لحظة أشعر أنني الآن أبدأ، عاد دابا جايني البالي، عاد باغي نبدأ الحياة. أبدا عمر الإنسان لا يشعر به، فما بالك بالذي أكثر من هذا العمر وبالذي أقل. وعمر الإنسان إنما هو يعني لحظة، يعني الإنسان لما يبلغ سن 20 سنة، سن 20 سنة فقد سلخ ثلث عمره على المعدل العام، ثلث العمر مشى، ما 20 سنة لا شيء. الشاب يعني بقي يحس بالمراهقة وأنه لم يذق طعم الحياة بعد في 20 سنة، ولكن راه الثلث، وفي الحديث والثلث كثير. فإذا كما مرت تلك 20 تمر 20 أخرى والله لن تشعر بها، و20 أخرى إذا طال عمرك والله لن تشعر بها، ومهما أوتيت من 20ات لن تشعر بعمرك إلا وقد وقفت على شفير القبر. ولذلك قال الله جل وعلا: هل تعالى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ولا شيء. الزمن الدنيوي كله دنيوي أشبه ما يكون بالصفر، والزمن الحق هو زمن الآخرة لأنه زمن لا يفنى. ولذلك المتع الحقيقية إنما هي متع الآخرة. ولهذا السر، لهذا السر عرض الله تفاصيل عن الآخرة في القرآن الكريم يعني بشكل واسع. الحديث عن الآخرة 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 كثير كثير في القرآن الكريم، وشيء عجيب ومهم جدا. ولذلك الإنسان، لأن ما الآخرة؟ شنو هي الآخرة؟ زمن. الآن يعيش الناس الآخرة لا يعيشونها، ما حقائقها؟ ما تزال في عمق الغيب عند الله. ولذلك حقائقها الفعلية مبنية على تدمير هذا الكون أولا، تدمير هذا الخلق، وإعادة بناء خلق جديد. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. لأن التركيب ديال هذه الأرض والسماوات، تركيب هذا الخلق تركيب مؤقت، تركيب مؤقت منذ خلق الله السماوات والأرض إلى اليوم الذي يقول للساعة قومي فتقوم. تركيب الخلق كله تركيب مؤقت بناه على مفهوم الزمان، العمر، لأن العمر يفنى، الكون كله الخلق كله عنده عمر، فلذلك يأتي أجله
وتأتي الساعة، الساعة التي لن تؤجل ولن تؤخر ولا بثانية، ويموت الكون.